النهارده عن السليب، وبصراحة الموضوع ده مهم جدا وبيتسأل كتير في الشفوي والام سي كيو. بس احنا الاول قبل ما ندخل في السليب لازم نتكلم عن الاويك فولنس، هو احنا ازاي بنصحى، مقدمة مهمة جدا قبل موضوع السليب. الاويك فولنس قلناها قبل كده في السنسوري، قلنا ان الريتيكولر فورميشن فيها مركز الصحيان السنتر اوف اويك هيبعت سيجنال الى الثلمس، والثلمس هتبعت الى الكورتكس، هيبعت لها سيجنال واحدة. الكورتكس يرجع يشغل الريتيكولر فورميشن مرة تانية بنفس السيجنال، كأنها دايرة كهربية مغلقة. الاستيمولس وقفت وما زال الريسبونس شغال. فكل الطلبة اللي سامعيني هيقول لي يا دكتور ده انت بتوصف after discharge، ودي نقطة قلناها قبل كده، الاستيمولس وقف ولسه الريسبونس مستمر. فناس كتيرة هتسألني هو انت ليه يا دكتور بدأت البداية دي، ده احنا بنتكلم عن السليب. انا بدأتها علشان اعرفك ان السيركت دي، الدايرة المغلقة دي، مش هتبقى موجودة. فهتسألوني طب ازاي مش هتبقى موجودة؟ عايز تقول ان الريتيكولر فورميشن مش هيبقى شغال؟ قلت لهم مش هيشتغل كسنتر اوف ويكفولنس، ولكن المرة اللي فاتت انا قلت لكم ان الريتيكولر فورميشن بيبقى فيه كمان سليب سنتر، وده اللي هنعرفه النهاردة، ازاي مراكز النوم هتشتغل. لان في معلومة غلط كانت بتتقال زمان، يقولك السليب ده باسيف بروسيس، لما هنتعب هننام. الكلام ده غلط، ده هنكتشف ان السليب از ان اكتيف بروسيس، ده في مراكز في البرين ستام بتتحكم فيه. بس قبل ما نتكلم عن المراكز دي عايزين نمشي بنظام في موضوع السليب. اول نقطة عايزين نقولها definition، السليب هو عبارة عن ايه؟ حالة مؤقتة من فقدان الوعي، حتى دايما الكتب تقول عليها temporary state of loss of consciousness، حالة مؤقتة انت فقدت فيها الوعي. مش معناها ان انت دخلت في غيبوبة، لا، معناها ان البرين مش هيبقى شغال زي ما تكون صاحي. علشان كده الناس كانوا بيقولوا عليها وصف قلت لكم عليه المرة اللي فاتت، النوم هو نص موت، كأنك ميت. بس ليه قالوا عليها نص؟ هنعرف دلوقتي. طب يبقى دي اول حاجة. الحاجة التانية، العنوان التاني، duration of sleep. على فكرة عدد ساعات النوم بتقل كل ما نكبر. بمعنى ايه يا دكتور؟ تبتدي 18 ساعة in infant، بيبي لسه مولود، تلاقي معظم حياته نوم. توصل الى 8 ساعات ان ادلت، ودي مهمة جدا، وتوصل في النهاية لما نكبر ونعجز الى 6 ساعات ان اولد ايج. يعني السليب اورز بيقل مع الايج، دي نقطة مهمة جدا، وهي دي النقطة التانية. هقول لكم العنوان التالت، بس قبل ما هدخل فيه عايز اقول مقدمة مهمة قوي. النوم بتاعنا بيبقى
في دورات. يعني ايه يا دكتور دورات؟ sleep cycles. لو انا جيت سألتك انت بتنام كام ساعة في اليوم، هتقول لي يا دكتور ما انت لسه قايل انا أضلت فهنام 8 ساعات في اليوم تقريبا، من 6 الى 8 ساعات في اليوم، ده الانسان الطبيعي. كل ساعة ونص في حاجة اسمها sleep cycle. فقبل ما اكمل كلامي، طالبة من سنتين سألتني سؤال جميل قوي، يا دكتور كل ساعة ونص فيها سايكل؟ سايكل معناها ان حاجتين ورا بعض، حاجتين متتابعين هيحصلوا. قلت لها اه، في جزء من نومك بيبقى فيه احلام وجزء تاني ما بتحلميش فيه. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني 90 دقيقة دول منهم 20 minutes 20 دقيقة فيها أحلام، و70 دقيقة ما فيهاش أحلام، ونيجي بعد الساعة ونص دول نكرر السايكل مرة تانية، 20 دقيقة أحلام و70 دقيقة نوم عميق ما فيهوش أحلام، وتتابع السايكل لغاية ما هنصحى. يعني الكلام ده بيحصل فينا كلنا. المقدمة دي أنا قلتها ليه؟ عشان أتكلم معاكم على العنوان الثالث النهاردة، Types of Sleep. ده النوم ده ليه مراحل وليه أنواع. النوع الأول يقول لك Rapid Eye Movement Sleep. تعالوا نفهم معنى الكلمة كويس قوي. Rapid Eye Movement يعني ايه؟ يعني الواحد وهو نايم عينيه بتتحرك بسرعة تحت جفنه. حركة العين تحت الجفن هي الفترة اللي احنا هنحلم فيها، مدتها 20 minutes. وهنا انا اتسألت اسئلة كتير على الجزء ده، يا دكتور Rapid Eye Movement عايزين نسألك فيها سؤالين. السؤال الأول، احنا ازاي عينينا بتتحرك تحت جفننا؟ كتاب الاسم ما قالهاش، بس انا لازم اقولها لك علشان تفهمها. ده سؤال كل الطلبة. ايوة الفترة دي هنحلم فيها، متفقين معاك. طب ليه ده حصل؟ الفكرة بمنتهى البساطة ان في sleep center in the reticular formation. طب ما انت لسه قايلين عليه، ده هيعمل ايه؟ ده هيبعت signal للاترال جينيكيوليت بادي اوف ذا ثالاموس. وقبل ما اكمل كلامي قالوا لي خلاص فهمنا، lateral geniculate دي السكرتارية بتاعة الفيجن. قلت لهم اه، طب ودي هتبعت سيجنال لمين؟ الى الكورتكس، ومش اي كورتكس، اوكسيبيتال كورتكس. يعني كأني السكة دي ليها علاقة كلها بالفيجن، ليها علاقة بالتحكم في الاي بول. ما هو ده اللي حصل، ودي نقطة في منتهى الأهمية. يعني الرابيد اي موفمنت ابتدى بسنتر في البرين ستام، وصل الى نيوكليوس اوف ثالاموس، الى كورتكس، متخصصين في حركة الاي بول. يبقى ده التفسير المهم جدا اللي احنا عايزين نقوله. حتى المراجع الكبيرة يقول لك اسمها ايه؟ يقول لك بونتاين جينيكيولو اوكسيبيتال تراكت. واحدة واحدة علينا يا دكتور. بونتاين ليه؟ لان السنتر اوف رابيد اي موفمنت موجودة في البونز. طب جينيكيولو ده لاترال جينيكيوليت بادي،
اوكسيبيتال، لان انا رايح للاوكسيبيتال كورتكس. والكلام ده تقدروا تشوفوه على فكرة في اي واحد نايم، راقب اي واحد نايم في البيت، هتلاقي في الاول عينيه بتتحرك تحت جفنه ده بجد، وبتتحرك بسرعة. الفترة دي هو بيحلم فيها، والدليل على كده انك صعب جدا تصحيه، عكس ما ناس كتيرة فاكرة يقولك انا سهل اصحيك وانت بتحلم. دي معلومة غلط، ده انا صعب جدا اصحيك وانت بتحلم. طيب في سؤال تاني احنا عايزين نسأله لك يا دكتور، طب هو انا لما باجي بحلم هل البرين بيبقى اكتف؟ الاجابة اه، يعني انت بتحلم ودماغك شغالة. والدليل على كده انك انت ممكن لما هتصحى تقدر تحكي الحلم كأنك شايفه قدامك. علشان كده الناس كانوا بيقولوا وصف قلته في البداية، النوم ده نص موت. يعني ايه؟ يعني انا جسمي ما بيتحركش زي واحد ميت بالظبط، ولكن البرين شغال. لا انا مش ميت تماما، البرين شغال. طب ايه الدليل على كده؟ قالوا عادي، احنا هنجيب الكترودز ونسجل رسم المخ بتاع البني ادم ده، هنلاقي ان احنا هنسجل بيتا ويفز. فاكرين بيتا ويفز؟ قلناها الموضوع اللي فات. بيتا ويفز بتتسجل مع البرين اكتيفيتي، لما تكون مفتح عينيك وبتفكر في حل مسألة او حاجة مضايقاك. تخيلوا واحنا بنحلم البرين اكتيفيتي بتاعنا هيتسجل زي وانت صاحي. علشان كده اتسمت في الكتاب باسم جميل جدا، بارادوكسيكال سليب. كلمة دي ليها معنى، بارادوكسيكال معناها متعاكس. يعني النوم المتعاكس، انا نايم بس دماغي صاحية عكس ما الناس متخيلة. ده حتى دكاترة الفلسفة كانوا بيقولوا جملة جميلة قوي في البرامج التعليمية زمان، كنت بسمعها وما بفهمهاش، دلوقتي انا فهمتها. يقولك ان اللاوعي هو وعي اخر. يعني اللاوعي انا اساسا نايم لكن البرين شغال. عشان كده ما تستغربش، اللاوعي هو وعي اخر. كلام الفلسفة اللي احنا دايما بنتريق عليه ده ليه معنى كبير قوي النهاردة. يبقى دي البداية، rapid eye movement. ومش كل مرة هقول rapid eye movement، اختصارها اول حرف في كل كلمة REM، R E M. ومن حقك في امتحان الشفوي بتقول REM، دي معروفة جدا. طيب بعد العشرين دقيقة هنلاقي فترة تانية احنا ما بنحلمش فيها، يعني العكس هيحصل، عينيك مش هتتحرك بسرعة تحت جفنك. فسموها ايه؟ وهو ده النوع التاني عندنا، non rapid eye movement sleep، او اول حرف من كل كلمة، non rapid eye movement n r e m. اقولك non rem، نون ريم. طب سؤال، النون ريم ده ليه اسم تاني؟ ايوه، بس انا مش هقول لك اسمه غير لما نوصف اللي حصل دلوقتي. النون ريم عبارة عن اربعة ستيجز، الاربع مراحل دول انا عايزهم يوصلوني الى النوم العميق. فهنمسك كل ستيج
بمنتهى البساطة، وهنشرح سببها دلوقتي. بس قبل ما هشرح السبب، أنا عايز أسأل سؤال. هو البرين في المرحلة دي اللي أنا ما بحلمش فيها، اللي هي 70 دقيقة، بيبقى أكتف؟ هتقولولي لأ، البرين مش شغال، ده بيشتغل بس لما بنحلم. طب انت ليه يا دكتور بتسأل السؤال ده؟ علشان نتفق مع بعض على حاجة. طالما البرين نوت اكتف، يبقى الفريكوانسي اوف ويفز اللي هتتسجل هتبقى اقل، والامبليتيود هيبقى اعلى. ودي نقطة مهمة جدا، خلي بالك. دايما لما عدد الويفز يقل، تلاقي عندنا وقت نعمل هاي فولتج، ارتفاع الموجة يزيد، والعكس صحيح. طيب الستيج الاولى يقولك السليب فيها بيبقى اللايت، لسه نومه خفيف، والويفز اللي انا هسجلها له ثيتا ويفز. وتعالوا افكركم بحاجة مهمة قوي. لما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على رسم المخ، قلنا ان الثيتا ويفز تتسجل في الاطفال، ونسجلها على تيمبورال ريجن بتاعنا. ثيتا يعني عدد الويفز قليل، 4 إلى 7، وده ماشي مع المنطق. يبقى البداية النوم بيبقى لايت، وبسجل ثيتا ويفز. طب الستيج التانية، انا كل الكلام ده احنا لسه ما دخلناش في الديب سليب. الستيج التانية لقوا فيها حاجة غريبة قوي، سليب سبندل. معنى سبندل عاملة زي خيوط المغزل. السليب سبندلز دي ايه؟ تلاقي فيها امبليتيود عالي قوي، وعلى فكرة وصفوها في الكتب وصف جميل. يقولك في الويف اللي هتتسجل في الستيج التانية هو الفا ويف. فطالب وقفني وقال لي يا دكتور الفا ويف قلناها قبل كده تتسجل وانا مغمض عينيا وريلاكس على الاخر. قلت له ايوه، ما هو الالفا هتبتدي تتسجل، بس عارف هتتسجل على ايه؟ على الثيتا ويف اللي قبلها. يعني انت الاول سجلت ايه؟ ثيتا ويف، ورسم المخ بيسجلها. الستيج التانية اللي فيها سليب سبيندلز هنسجل ويف جديدة على الثيتا ويف اللي اساسا موجودة. عشان كده نقول لك ايه؟ الفا ويف سوبر امبوز اون ثيتا ويف، كانها تركب عليها. ايه ده؟ ده الستيج التانية. الستيج التالتة هتلاقي ابتدى ندخل بقى في النوم العميق، بس لسه مش قوي. اقول لك مودريت ديب سليب، مودريت يعني نص نص. طب وعدد الفريكونسي قليل، طب والامبليتيود هيزيد. طب يا دكتور نوع الويف اللي هتتسجل ايه؟ طالما هنبتدي ندخل في ديب سليب، يبقى انا هسجل دلتا ويف. حتى المرة اللي فاتت في رسم المخ فكرتكم بنقطة جميلة قوي. اقول لك الدلتا اول حرف فيها دي، هنسجل معاها ديب سليب.
حتى قلت لكم الشفرة اللي تفكرنا وما تنسيناش، هو ده التطبيق النهاردة. يبقى الستيج التالتة بداية تسجيل الدلتا ويف. طب الستيج الرابعة ايه اللي هيحصل؟ خلاص دخلنا في الديب سليب، نوم عميق، ونفس الكلام هسجل دلتا ويف. بس طالب سألني سؤال جميل، قال الستيج التالتة والرابعة يا دكتور انت هتسجل دلتا ويف، ايه الفرق ما بينهم؟ قلت له الفرق في العدد. قال لي يعني ايه؟ قلت له الستيج الاخيره الرابعه هتلاقي عدد الدلتا ويف هيقل بالمقارنه بالستيج اللي قبلها، بالمرحله اللي قبلها. انا معاك ان الاتنين دلتا ويف، بس الفريكوانسي في ستيج 4 هيقل، اكتيفيتي اوف برين عماله تقل تقل تقل، فعدد الموجات اللي هتتسجل هتقل. قال لي بس انا عايز اسالك سؤال، انت وصفت كل مرحله من النون ريم كوصف كده لوحده، ايه السبب اللي عمل سليب سبيندلز في الستيج التانيه؟ ايه السبب؟ اقول لكم السبب ماشي ازاي. لما بنصحى الريتيكولار فورميشن هيشغل الثالاموس. تخيل دخلنا في النوم، الريتيكولار فورميشن اللي هو السنتر اوف اويك فولنس، انا دايما بركز على كده ليه؟ لان الريتيكولار فورميشن فيها مركز اخر مسؤول عن النوم، فمركز الصحيان مش شغال. قال لي طب وايه يعني؟ قلت له معنى الكلام ان الثالاموس هيشتغل لوحده. فاكرين في الموتور زمان قلت جملة مهمة اوي، قلت الثالاموس عليه فرامل من البيزل جانجليا، لو باظت البيزل جانجليا هيشتغل الثالاموس لوحده. طب ما هو ده اللي حصل. اللي حصل ان الريتيكولار فورميشن اللي بيشغله مش موجود، فالثالاموس قال انا هبعت السيجنال الى الكورتكس، سلامه كورتيكال سيجنال. طول ما في دي بولاريزيشن، كل ما الستيج التانية والتالتة شغالة. طيب امتى يا دكتور ندخل في الستيج الرابعة والاخيرة والديب سليب؟ لما الثلاميك نيورونز تبقى هايبر بولاريزد، خلاص بعدت عن الفايرنج ليفل، وبالتالي هيضطر الكورتكس يشتغل لوحده. طب يشتغل ازاي اذا كان اساسا الاكتيفيتي فيه قليلة؟ عشان كده عدد الويفز اللي اتسجلت كانت اقل ما يمكن في الدلتا ويف. في النهاية ده ممكن توصل الى نص او واحد ويف تقريبا في ستيج فور. على فكرة اسباب الستيجز دي الكتاب مش قايلها، فهتقولوا لي ايه يا دكتور النهارده بتقول معلومات زياده عن الكتاب؟ لسبب، علشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. ما ينفعش اقول لك الستيجز ورا بعض واسمعها لك. طب الكلام ده ينفع ازاي؟ لا، ده انت لازم تعرف كل ستيج حصلت ازاي. بس يا دكتور انت وعدتنا تقول لنا الاسم التاني للنون ريم، هقول لك اسمه ايه؟ سلو ويف سليب. سلو ويف
يعني ايه سلو ويف؟ يعني فريكوانسي قليله. ده حتى الستيجز الاربعه بيبقى لها اوصاف كده، يقول لك ستيج 1 بيبقى سمول ويف، وستيج 2 سليب سبندل، والستيج الثالثه سلو ويف، والرابعه سلو ويف، لان هما كلهم دلتا. قال لك ايه ده؟ ده السلو ويف هو الدوميننت عندنا. طب ما نسمي النوم ده هو النوم السلولي البطيء. وحتى بطيء ليه؟ ده بياخد مدة طويلة، يقول لك مدته 70 دقيقة. وعلى فكرة هو دي المرحلة اللي احنا ما بنحلمش فيها. لكن في سؤال اتسألته السنة اللي فاتت من طالبة زميلتكم، سؤال مقنع جدا. قالت لي يا دكتور انت قلت لنا السليب سايكل ساعة ونص، البداية ممكن تبقى رم 20 دقيقة بنحلم و70 دقيقة ما بنحلمش، طب ازاي بييجوا ورا بعض الرم والنون رم؟ قلت لها الإجابة دي علشان تفهميها لازم تبصي معايا في اللينك، وده مهم قوي. اللينك هنعمل ايه؟ مربع كاتب عليه ريم اون سليب. يعني ايه ريم اون؟ السنتر اللي هيشغل الريم اللي هو الريتيكولار فورميشن، تمام؟ السنتر ده بعد العشرين دقيقة هتلاقيه على طول ايه؟ ستيميوليت مربع جنبه يمثل ريم اوف نيورونز. يعني ايه ريم اوف؟ مفيش ريم، يعني في نون ريم. يعني معنى الكلام بعد العشرين دقيقة الاولى السليب سنتر في الريتيكولار فورميشن هيشغل سنترز اخرى مسؤولة عن النون رابيد اي موفمنت عشان تبتدي دورة جديدة. طب النون ريم سنتر موجودة فين؟ موجودة في رافي نيوكلياي. وهنا زميلتكم وقفتني وقالت لي رافي نيوكلياي يا دكتور ده هو ده اللي كان بيطلع سيروتونين زمان في السنسوري ومسؤول عن البين كنترول. قلت لها ايوه، وكمان فيه السنتر اوف نون ريم. الله، يعني السيروتونين هيشتغل. وعلى فكره ومش بس كده، ومكان اخر في البرين ستام اسمه لوكاس سيريولاس. لوكاس سيريولاس ده هيطلع ايه؟ نور ادرينالين. يعني انا هشغل تو سنترز، رافي نيوكلياي ولوكاس سيريولاس، اقول لهم ابتدوا 70 دقيقة من النوم اللي احنا ما بنحلمش فيها. عارفين ايه اللي يحصل؟ طالما ما بتحلمش يبقى لازم السنترز اللي مسؤولة عن كده تعمل انهيبيشن الى السنتر المسؤول عن الاحلام. ما هو ما ينفعش الاتنين يحصلوا في وقت واحد، ازاي احلم وما احلمش مع بعض؟ ما ينفعش. عشان كده السنترز دي طلعت لكم سهم منها وقلت لكم انهيبيشن الى الريم اون سنتر. انا هوقف الريم اون. هتقول لي طب ما هو لازم يا دكتور هتحصل دورة جديدة بعد ساعة ونص، عايزين نبتدي الريم تاني. ما احنا ماشيين ازاي؟ نحلم وما نحلمش، وبعد كده نحلم ثم ما نحلمش، ماشية في تتابع متوالي. مين اللي هيبتدي الريم اون سنترز؟ شوفوا المفاجأة الجميلة
اللي ربنا عملها. المراكز المسؤولة عن النون ريم هي اللي هتعمل انهيبيشن لنفسها علشان نبتدي مرحلة جديدة من الرم. كلام عبقري ربنا عمله. يعني الاول الرم هيبتدي يشغل النون ريم، النون ريم يوقف الرم علشان ما ينفعش احلم وما احلمش في وقت واحد، وبعد كده هو هيوقف نفسه يقول مدتي خلصت، السبعين دقيقة انتهوا، علشان نبتدي مرحلة جديدة من الرابد اي موفمنت ونحلم بيها. الكتاب ما قالش النقطة دي، لكن ده سؤال دايما انا بتسأله كل سنة، ازاي يا دكتور السليب سايكل شغالة؟ ما انتوا بتقولوا كل ساعة ونص الكلام ده هيحصل. يعني معنى الكلام ده ان في فيد باك مستمر. عشان كده انا شرحته علشان تفهمه. في اللينك انا حاطط رسومات كتيرة، رسمة السليب ستيجز مكبرها لكم من كتاب علشان تشوفها وتشوف ازاي فريكونسي قلت والامبليتيود زاد، والعلاقة بين الريم والنون ريم. ده انا هقول لكم على حاجة تالتة كمان جميلة قوي. في احد المراجع عملوا العلاقة ما بين السليب سايكل والاورز اوف سليب. يعني ايه؟ احنا بننام 8 ساعات في اليوم، في كل ساعة يا ترى ايه اللي بيحصل؟ يعني يا دكتور، يعني احنا بنبتدي دايما نرم، وبعدك اقول لك ستيج 1 2 3 4 يمثلوا نون ريم. هتلاقوا كل ما نقرب من الصحيان كل ما ستيج 2 هي اللي تبقى واضحة اكتر. عشان كده يقول لك ستيج 2 دي تمثل 50% من السليب. يعني لو جينا حسبناها مدتها مستمرة على فكرة معايا، لكن الرم ده مدة الحلم ده على فكرة 20 دقيقة من اصل كام؟ ساعة ونص، تقريبا يمثل 25% او ربع السليب سايكل. الكلام ده كله هيبان في اللينكات عندكم. طيب بعد يا دكتور ما قلنا العنوان الثالث types of sleep، عايزين نتكلم على جدول المقارنة الشهير بين الريم والنون ريم اللي انت دايما بتقول عليه. بس في نقطة قبل جدول المقارنة، لو اتسألت ميكانيزم اوف سليب ازاي، لازم تقول له ان ده اكتف ميكانيزم. يا جماعة دي حاجة اكتف، ربنا خلانا نكتشف السليب سنترز، ودي نقطة مهمة جدا اللي احنا لسه شارحينها. طيب جدول المقارنة بين الاتنين هنقوله في صورة نقط كتيرة قوي، وهيظهر لكم في اللينك الجدول موجود. بس انا قبل ما نقول الجدول لازم تكون فاهم كل حاجة. يعني اقول لك ايه السلو ويف سليب. اول حاجة انا عايز اقول الديوريشن، مدتها كام؟ هتقول لي 70 دقيقة تقريبا. طب والريم سليب 20 دقيقة. طب ده اول فرق. الفرق التاني الاي موفمنت في السلو ويف يحصل ايه؟ في السلو ويف على فكرة تلاقي العين تتحرك لفوق، ديفييت اب ببطء، لكن رابد اي موفمنت من اسمها العين هتتحرك بسرعة. طيب السنتر لسه قايلينها رافي نيوكلياي في السلو ويف، و
reticular formation في ال upper part of brain stem في ال REM. طب نتكلم على EEG. بصوا حتى الفروقات سهلة ليه؟ لأن إحنا لسه قايلينها. رسم المخ في السلو ويف إيه؟ هتقولي سيتا ودلتا. طب وفي الريم هتقولي بيتا لايك، كأنه واحد صاحي. المقارنات اللي جاية هي المهمة جدا. ماسل تون، تتوقع وانت نايم التون عندك زايد ولا قليل؟ هتقولي ليه يا دكتور السؤال ده؟ هقولك هتعرف اهميته دلوقتي. وانا نايم الريتيكولر اكتيفيتنج سيستم مش شغال. الريتيكولر اكتيفيتنج سيستم اتفقنا ان بيبقى موجود فين؟ في البونز. فاكرين البونتاين ريتيكولر فورميشن اللي قلناها في الموتور اللي كانت بتزود التون؟ اهي دي عليها انهيبيشن، ده احنا موقفينها علشان التون يقل. والدليل ايه يا دكتور على صدق كلامك؟ وانت نايم، ده حتى وانت بتحلم وجالك كابوس تلاقي نفسك بتنده على الناس اللي في البيت، تمام؟ والكلام ده بيحصل، مش قادر تتحرك، التون عندك قليل. طيب ايه يا دكتور اهمية الكلام ده؟ تخيل لو التون عندك زايد كنت هتقدر تمشي وانت نايم وتنفذ اللي كان في الحلم، لان الحلم ده هو سب كونشس، انا بحاجة بفكر فيها في عقلي الباطن، مش كل اللي بتفكر فيه تقدر تنفذه. يعني انا لو اتضايقت مع واحد صاحبي وزعلنا مع بعض وحلمت بالليل ان انا رحت اتخانق معاه واقتله، حلم غريب جدا، ما اقدرش انفذه في الحقيقة. ليه؟ التون عندي اساسا قليل وانا نايم، بالاضافة اني وانا نايم انا مش شغال عندي الكورتكس قوي، فاهم قصدي؟ فمش كل حاجة في اللاوعي بننفذها في الحقيقة. عشان كده دايما يقولك في السلو ويف بيبقى فيها ايه؟ ماسل تون قليل. بالنسبة للرابيد اي موفمنت، ماسل تون في الجسم كله قليل ما عدا الاي بول، زاد فيها التون. وده سؤال على فكرة دايما بيتسأل في الشفوي، يحاول يلخبطك. التون يا ابني قل في الجسم كله؟ هقول له ما عدا في الاي بول او الاي موفمنت، لا لسه فيها تون. طيب في حاجة مهمة جدا ليها علاقة بموضوعنا يا دكتور، التون بيبقى قليل واحنا نايمين علشان ما نقدرش نقوم، لكن احنا بنسمع عن ناس بتمشي وهي نايمة، سليب ووكينج. سليب ووكينج ده يحصل ازاي؟ لازم يكون العكس هو اللي حصل، التون عندهم زاد، يعني السليب ووكينج معاها هايبر تونيا، يبقى اكيد ده سليب ديس اوردر، ده خلل يا جماعة بيحصل، وبيحصل بشكل غريب قوي. وعلشان كده في فيلم امريكي انا شفته زمان مش متذكر اسمه دلوقتي، كان واحد محكوم عليه بالاعدام في جريمة قتل بداية الفيلم، وبعد كده جايب لك قصة حياة البطل بنظام الفلاش باك بتاع السينما. فالبطل ده بيمشي وهو نايم، وعلى فكرة عكس الافلام العربي القديمة بتاعتنا، يجيب لك يمشي وهو
نايم كده ومغمض عينيه وفارد ايده. قال يعني الكلام ده طبعا مهزلة علمية. ليه؟ الناس اللي عندهم السليب ديس اوردر بيمشي وهو نايم مفتح عينه بس مش مركز، ودي نقطة مهمة قوي. مفيش كورتيكال كنترول، مفيش تركيز اصلا، بيعمل الحاجة وهو مش حاسس بيها. المهم انه عمل جريمة القتل ده وطبعا اتسجن. المحامين في امريكا عندهم سلطة غير عادية، فالمحامي قال لا انا المتهم ده بريء لانه بيمشي وهو نايم. فعملوا ايه؟ خدوا المتهم حطوه في سليب سنتر، مراكز النوم في امريكا، مراكز علمية جدا. قالوا احنا هننيمه وهنحط الاي اي جي او جهاز رسم المخ على البرين بتاعه وهنشوف. المفروض انه في الديب سليب نسجل دلتا ويف بفريكونسي قليلة. اتفاجئوا ان ما اتسجلتش الدلتا ويف دي، اتسجلت ويف تانية. ولقوا ان العيان ده وهو نايم، المتهم وهو نايم عايز يهم بجسمه، عايز يقوم، بالرغم ان هم متأكدين ان مديله دراج يعمل له سليب، مديله منوم. ازاي قدر يقوم اثناء النون ريم؟ يبقى اكيد عنده سليب ديس اوردرز في مراكز النوم عنده. يبقى المتهم ده بريء، عمل جريمة القتل من غير ما يشعر بيها، خلاص خد حكم البراءة. بره كل شيء مدروس، مفيش حاجة اسمها مجاملة، لا ده ايه سليب ووكينج خلاص يبقى ايه نطلعه براءة. لا، ده احنا الاول لازم نتأكد ولازم نحطه تحت الدراسة. تخيلوا لو العكس بقى حصل، جيت ان انا اسجله رسم المخ لقيته عادي ومفيش تون زيادة ومش قادر يتحرك، وبعد كده هو بيدعي ان هو بيمشي وهو نايم. طب ازاي بيمشي وهو نايم والتون عنده عادي زينا اثناء النوم؟ ازاي عرف يمشي؟ يبقى الراجل ده بيكذب، يبقى ياخد حكم بالاعدام. هنا دور الفسيولوجي النهاردة وفكرة السليب اللي احنا بنتكلم عليها، ده ممكن تدخلك اعدام او تديلك حكم بالبراءة. عشان كده سليب ووكينج الاقيها في سلو ويف في الحالات الابنورمال، ما الاقيهاش في الرم. سليب توكينج نفس الكلام، تلاقي واحد بيكلم نفسه وهو نايم، دي حالة غريبة جدا وطبعا ما بتتعملش في النورمال. طب اسألكم سؤال، طب الهارت ريت، البلد بريشر، الريسبيراتوري ريت اللي هم الفايتال ساينز، النبض والضغط والنفس، يزيدوا في انهي مرحلة في السليب؟ طبعا هيزيدوا في الرم. ليه؟ الحلم بيبقى جزء فيه اكسايتيشن، السيمباثيتك شغال. فطلب قالوا لي طب ايه الميكانيزم يا دكتور؟ قلت لهم الرم سليب السنتر بتاعه ريتيكولر فورميشن، ده هيشغل مين؟ الكاردياك سنتر والريسبيراتوري سنتر اللي جنبه في البرين ستام، هيشغلهم علشان يزيد الهارت ريت والريسبيراتوري ريت والبلاد بريشر. دايما جزء من الاحلام تلاقي السمباثاتيك لازم يبقى شغال، بتحلم انك بتجري، بتحلم ان في واحد بيجري وراك، الحاجات اللي هي الاحلام اللي فيها استرس
لازم مع الاسترس سيمباثيتك بيشتغل. لكن بصوا بقى على السلو ويف سليب او النون ريم، نوم هادي انا ما بحلمش فيه، وبالتالي هارت ريت بلاد بريشر ريسبيراتوري ريت لازم هيكون قليل، شغال معاك بارا سيمباثيتك ديورينج ريست. اخر نقطه في جدول المقارنه هي الثريشولد اوف اراوزل، يعني ايه؟ مين يصحى بسهوله اكتر؟ ده انا اصحي بسهوله النن ريم عكس ما الناس فاهمه. الناس فاهمه ايه؟ اللي بيحلم صحيه بسهوله، لا ده وانا بحلم صعب جدا تصحيني، difficult arousal. العنوان الاخير عندنا قبل ما اقوله افكركم، احنا قلنا definition of sleep و duration of sleep، انواع السليب اتكلمنا عليها بالتفاصيل، وقلنا الميكانيزم of sleep، والنقطة الخامسة جدول المقارنة بين ريم ونون ريم، والنقطة الأخيرة الستة sleep disorders. يا ترى مشاكل النوم ايه؟ في حاجات احنا قلناها مع جدول المقارنة، sleep walking بنسميها اسم علمي غلس، somnambulism. somnambulism هو الاسم الاخر للمشي اثناء النوم او للسليب ووكينج. بس على فكره في سليب ديس اوردرز تانيه انتوا اخدتوها معايا في الاندوكراين، فاكرين الثيرويد هرمون لما اتكلمنا وقلنا عليها لو زاد تي 3 وتي 4 هيشغل الريتيكولر اكتيفيتنج سيستم، فصحى وما نامش فيعمل انسومنيا ارق، او العكس قل تي 3 وتي 4 فيحصل هايبر سومنيا. هايبر سومنيا معناها ايه؟ بنام فترات طويله، اكسسيف سليب. وعلى فكرة طالما بتنام فترات طويلة هتلاقي ان مدة الرم عندك هتزيد، الفترة اللي هتحلم بيها هتزيد قوي، لان اللي بينام فترات طويلة يقول لك ايه ده، ده احنا مش عارفين نصحيك، ده انت نمت كتير قوي. ليه؟ اصله قاعد يحلم فترات طويلة. طب يبقى ده خدناها انسومنيا وهايبرسومنيا سليب ووكينج قلناها النهارده، لا ده في حاجتين كمان مهمين قوي، نوكتورنال انيوريزز. يعني ايه يا دكتور؟ نوكتورنال معناها ليلي، انيوريزز معناها يورين. تلاقي الطفل الصغير ممكن يصحى من نومه وتلاقيه عامل ميكتوريشن على نفسه. طيب ايه العلاقة؟ العلاقة ان الكورتكس مش عامل انهيبيشن للبلادر اثناء النوم، وده سليب ديس اوردر سببه الاساسي حاجة نفسية. تلاقي الطفل تفضل تزعق له كتير تلاقيه يصحى من النوم تلاقيه في ميكتوريشن على نفسه، ما هو ده اثناء السليب. انا عارف ان اثناء السليب الكورتكس بيبقى مغيب بنسبة كبيرة، بيبقى not activated، لكن بالرغم من كده قادر يعمل كنترول على sacral centers، على center of micturition. عشان كده حل المشكلة دي ايه؟ دايما نقول للأم ما تضايقيش ابنك، ما تزعقلهوش كتير لأن سببها ستريس، أو ما تخليهوش ينام فترات طويلة، علشان كل ما ينام فترات طويلة الكورتيكال كنترول على البلادر سنترز بيقل. النقطة الأخيرة عندنا النهاردة هو السليب أبنيا. ساعات في ناس وهي نايمة نفسها بيقف، بيجيلها upper
airway obstruction، تلاقي النفس وقف. طب حل الناس دي ايه؟ حلها ان انا دايما هقول له لا خلي بالك اوعى تنام على ظهرك، بحاول انيمه بطريقة معينة، او لو الحالة سيفير قوي ممكن احط له ماسك اكسجين، حاجة كده قناع فيه اكسجين يقدر يتنفس بيه. يبقى هي دي اهم النقط اللي احنا عايزين نقولها في السليب ديسوردرز. يتبقى نقطة واحدة اتسألت فيها السنة اللي فاتت، بس ده لمجرد الفهم علشان الناس تحب الموضوع. يا دكتور احنا دايما لما بننام الساعة 10 بالليل بنصحى 7 الصبح، يعني دايما الناس تقول لك ايه ده انا حاسس يا دكتور ان انا ليا مواعيد ثابتة في النوم، اه بحط جنبي المنبه، ولكن على الرغم من كده لا ده انا عارف امتى بصحى وعارف امتى بنام، ولما بظبط نومي بصحى لوحدي. الكلام ده الناس بتقوله بالفطرة وربنا عمله في جسمنا. ازاي؟ ربنا عامل منبه في الهايبوثالاموس اسمه سوبرا كيازماتيك نيوكليوس. سوبرا كيازماتيك حتى اسمها واضح قوي، ايه اللي فوق؟ الاوبتيك كيازما. الاوبتيك كيازما ده فوقها نيوكليوس في الهايبوثالاموس. النيوكليوس دي هي اللي تعمل ايه؟ هي اللي تشغل الرم سنتر، تقول له يلا بداية نومك احلام في 20 دقيقة. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ الرم يشغل النون رم، والقصة اللي احنا قلناها وتتكرر في كل دورة وكل ساعة ونص. طيب انا عايز اصحى، ايه اللي بيحصل؟ على فكرة اللي بيصحيك هو درجة حرارة الجسم. يعني ايه؟ المعروف ان الهايبوثالاموس هتعرفوا معايا بعدين بينظم درجة الحرارة، في منظم ليور تمبريتشر، فالمنظم ده يشغل مين؟ السوبرا كيازماتيك نيوكليس، يشغل المنبه، والمنبه يشغل الريتيكولار فورميشن او ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم علشان يشغل الثالاموس والكورتكس فتصحى. يعني الموضوع ليه منبه. اه عشان كده المراجع المحترمه يقول لك سليب سايكل كلوك، ده انا عندي ساعه اصحى فيها وساعه انام فيها. والكلام ده بيحصل، تلاقي انت عندك ميعاد معين بتنام فيه كل يوم 10 بالليل، تلاقي قبلها بشويه ابتديت بتتاوب وخلاص انا عايز ادخل انام، فيقولوا لك في البيت انت داخل تنام ليه دلوقتي؟ تقول لهم لا ده معادي اللي انا بنام فيه على طول، اصل المنبه عندك اشتغل سوبرا كيازماتيك نيوكليوس اوف هايبوثالاموس. كل ما تدخل تنام افتكر المنبه، ما هو في منبه يصحيك ومنبه يرن كده علشان يقولك ده ميعاد نومك. المنبه اللي هيرن ويقولك ده ميعاد نومك هو السوبرا كيازماتيك نيوكليوس اوف هايبوثالاموس، وهو هو اللي هيقولك ميعاد صحيانك، لان في نيوكليوس جنبه في الهايبوثالاموس، هتقول له انا حسيت بتغيير في التمبريتشر قرب الفجر كده، يلا هشغلك يا منبه عشان تشغل الراس ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي يصحي الراس يصحي الكورتكس، يلا عايزين نصحى علشان نروح شغلنا.